السلام عليكم، أنا متخصص في البحث العلمي. ليه؟ لأن هو بيديك كلام أكاديمي وبيديك كلام بالمراجع، فممكن مثلا يكون عندك سؤال فتبدأ إن أنت تكتب السؤال بتاعك، فتلاقي الأجوبة بالمراجع بكل حاجة. تقدر تدوس كده تقدر تشوف التكست كله، فتح لك المرجع اللي فيه المعلومة ديت. شات جي بي تي سألته قبل كده على مراجع، اداني المراجع اكتشفت ان اغلبها غير حقيقية. تمام، مع احترامنا ليه يعني، انا ارجو ان هو ما يزعلش مننا، لكن الموقع ده جربته ممكن يكون معتمد على شات جي بي تي، لكن هو فعلا النتائج بتاعته موثوقة، فهي بتمسحها لك على طول وتقدر ان انت تشوف النتيجة. اي سؤال يخطر على بالك يبدأ ان هو يجيب لك الاجابة بالمراجع بالادلة بتاعتها، كل اللي انت عايزه. مثلا عندك اي سؤال بتبدأ ان انت تكتبه، ممكن تقول له انا عايز الاجابة من السنوات الحديثة، فعايز مراجع قديمة مثلا من 2015 مثلا. فيجيب لك الابحاث، تقدر تقول له انا عايز اعمل اناليسز للابحاث ديت، ويجيب لك المكان اللي اتنشر فيه البحث دوت، وتبدأ تدوس تدخل على البحث تقدر ان انت تشوف. اتمنى الموقع يعجبكم، لو عندكم موقع حلو جدا في الذكاء الاصطناعي زي دوت يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات، ما تنساش تعمل شير للفيديو.